ورجعنا لكم مرة تانية وهنتكلم في موضوع منتشر جدا جدا على السوشيال ميديا، وهو الجروبس بتاعت البنات والستات واللي بتناقش مشاكل اجتماعية وبتقدم تجارب شخصية وأفكار في كل المجالات. هل الجروبس دي فعلا مأمنة لكل بنت وست إنها تحكي تجاربها ومشاكلها وتلاقي النصيحة الحقيقية، ولا الجروبس دي بتفتقد المصداقية الحقيقية في المعلومات والنصايح اللي بتقدمها لكل ست أو بنت؟ خصوصا أصحاب النصايح دي عادة ما بيبقوش مؤهلين لده، وكل حد بيقول نصيحته من واقع تجربته هو. طيب، إلى أي مدى تثقي في اللي بتقريه وبتسمعيه وتشوفيه على الجروبس دي؟ وإلى أي مدى ممكن تحكي عن تجارب شخصية ليكي وإنتي ضامنة إن ما حدش هيستغلها ضدك في يوم من الأيام؟ معانا النهاردة في الاستوديو الإنفلونسر منة الزهيري، وعندها حكايات كتير على موضوعنا ده النهاردة. ازيك يا منة؟ ازيك يا ريم، عاملة أنا مبسوطة إن أنتي موجودة النهاردة. حبيبة قلبي، ربنا يخليكي. أنا دخلت على فكرة امبارح على البروفايل بتاعك على الانستجرام وانبسطت جدا. أولا أنتي شخصية مرحة وعفوية جدا، وبتقولي الكلام كده تحسي انتي قريبة من القلب. ربنا يخليك. انا مبسوطة قوي ان انتي معايا النهاردة بجد. حبيبة قلبي، ربنا يخليك. احكي لي بريف كده يا منى عن البروفايل بتاعك على الانستجرام، بتقدمي ايه محتوى؟ اوكي، هو انا اصلا ابتديت الاول كنت بعمل زي فيديوز كده صغيرة، كنت بشوف شخصية مثلا شفتها في الشارع، شفتها بتاع، وابتدي اقلدها او اعملها في فيديو صغير. الموضوع ده كان بيعجب الناس جدا، لان هو كان بيشوفه ان هو ايه ده في فعلا حد بيشوف نفس الحاجه اللي احنا بنشوفها وبتعبر عنها. كنت بعمل كده في شكل كوميدي طبعا، من غير ما اتنمر على حد ولا اضايق حد ولا اي حاجه. بعدين طورت الموضوع شويه، عملت كده زي حاجه اسمها فقره الاسئله، كانت ناس بتسالني وانا كنت بجاوب عليها بطريقتي. حتى ده كمان يدينا للموضوع بتاعنا الاجابات على الاسئله دي. هم هنروح له ده لازم. هم قد ايه كانوا واثقين فيا يسالوا، فكانوا بيسالوني اسئله كنت بجاوب عليها كتير جدا. فابتدى الموضوع ان هم بياخدوا الاسئله دي بيعملوا لها شير، من كتر ما هي كانت بتضحك او كوميديه، علشان هم شايفين انه هو ده الرد اللي بيبقى فعلا في دماغنا، بس احنا مش عارفين نقوله او احنا مش عارفين نطلعه ازاي للناس. ايه نوعيه الحاجات اللي هم كانوا بيدوها لك؟ هل دي كانت مثلا مشاكل ولا بيسألوكي في ايه؟ هو انا بتسأل في كل حاجه الحقيقه، بس بجد اكتر حاجه بتسأل فيها هي المشاكل العاطفيه والعلاقات، وجوزي طلقني وانا مش عارفه اعمل ايه، وانا انا مش هقول سنك، بس انا سألت منا يا جماعه واحنا في الفصل وهي صغيره جدا، يعني هي سنها صغير، بس انا مش هقول، بيني وبينك سر. طيب، ستات بس ولا رجاله وستات بيبعتوا لك؟ بصي، في طبعا في رجاله بتبعت، بس الرجاله بتبعت بجد بتبقى اللي هو شايف ان انا فعلا بقول اراء وبقول حاجات كده، فعايز يعرف من وجهه نظري ايه. بالمناسبه في رجاله كمان كبيره بتبعت لي، يعني الاقي راجل كبير بعت لي يقول لي والله ده انا بنتي عندها مشكله كذا مش عارف ايه بتاع، قولي لي. طبعا بقف كده اللي هو مش عارفه اقول ايه، يعني مش عارفه اقول له ايه، بس بحاول والله بفكر من عقل بنته، يعني اقول له انا لو بنتك انا هقول لك اعمل كذا. فبيجي لي صغيرين وكبار واطفال وكل حاجه. يعني تعرضتي انت شخصيا قبل كده للتنمر على الصفحات بتاعتك؟ طبعا طبعا، يعني هو للاسف اي حد على السوشيال ميديا اول حاجه بيتعرض لها هي التنمر. بيبتدوا يتريقوا على شكلك، على شكل شعرك، على لو انت في يوم طالعه. انا متعوده اصلا ما بحطش ميك اب، فعشان متعوده كده. حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. فمتعوده ان انا مثلا لو طلعت مثلا هم بيدققوا في اي تفصيله وبيتنمروا بيها، ولو انا مثلا في يوم من الايام قلت راي مخالف عن راي حد موجود، فدي اول حاجه بتتمسك. ده انت مش عارف شعرك عامل ازاي، ده انت وشك عامل مش عارف ايه، ده انت بتعملي ايه. بيتريقوا على المظهر الخارجي لما انت بتقولي كلام مش بيعجبهم. طبعا طبعا. أوكي. طبعا على المظهر الخارجي، على اي حاجه. يعني افتكر مره كنت رايحه، كان في زي ايفنت كده في صالون، ورحت صالون كان يعني يعتبر صالون محترم قوي وجميل قوي، وانا علشان كنت وقتها لسه صغننه فبركب مواصلات عادي زي بقيه الناس، فكان في حد كتب لي كومنت ان انت عامله نفسك يعني هانم وبتاع وانت اصلا بتركبي ميكروباص، كانها حاجه غلط او حاجه عيب. كانها حاجه عيب. فللاسف الشديد بنقابل ده كتير. بتتعاملي ازاي مع الحاجات دي؟ يعني لما حد بيضايقك بكومنت او بيبعت لك حاجه سخيفه بتتعاملي ازاي معاه؟ في الاول كنت بعيط طبعا وازعل واروح كده واتضايق، كنت ببقى زعلانه جدا 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 ومتنرفزه. يمكن وقتها كان بابايا ربنا يرحمه، يعني هو سبب ان انا موجوده هنا. انا عايزه بجد اشكره ان انا يعني في يوم من الايام هو السبب ان انا كنت هنا دلوقتي. كان دايما يقول لي كبري دماغك، اعملي كده، كان يعملي كده، يعني كان يقول لي دايما ان العمر لحظه،
فعيشي ما ملكيش دعوة بالكلام ده خالص. بعد كده ابتديت بقى اشوف ان بجد بقيت يعني اتنافاها خالص، ما بقيتش اشوف خالص الكلام ده ولا احب ابص عليه، ولكن احيانا بيجي لي نقد بيبقى بناء منا مثلا، احنا لا اتكلمي في الموضوع الفلاني، منا مثلا الموضوع اللي انت اتكلمتي فيه ده كان الاحسن تتكلمي فيه بالشكل الفلاني، باخد بيه. لكن لو الموضوع فيه او في ان انت بتشتمني او بتضايقني، لا لا ما ببصش اصلا، بلوك يعني بلوك على طول. انا افتكر ان من اقصى الحاجات اللي جات لي ان انا وقت وفاه بابايا، يعني انت عارفه الموضوع السوشيال ميديا ده بيبقى محتاجه ان انا اكون موجوده للاسف طبعا. على طول، فانا خدت وقتي تقريبا شهر في الزعل، وبعدين رجعت. لما رجعت كانت الكومنتات المكتوبه انتي باباكي مات وانتي خلاص بقى، انتي خلاص ايه خلاص يعني كده انتي راجعه تاني، المفروض ما ترجعيش ابدا، المفروض عظيم. تفضلي كده. كنت بشوف كومنتات حقيقه كانت بتقتلني كل يوم، ولكن ابتديت اتعامل مع الموضوع ان انا مش شايفه الناس دي عملتي خالص. بنصيحة باباكي اللي هو اداهالك وكملتي وبقيتي حاجة. العمر انت عندك دلوقتي 500,000 تقريبا او اكتر بص شوية، نص عندي مليون نص فولور مليون صح؟ او اكتر وان شويه. شاء الله هيزيد واكتر واكتر حبيبة افري داي. قلبي حبيبة طيب قلبي. انا بقى عايز اسالك سؤال، انت سنك صغير قوي على ان انت كل الناس تبعث لك ان هم يسالوكي عن نصايح، انت بتقولي رجاله كبار وصغيرين وحاجات وصغيرين ليها علاقه بالعلاقات العاطفيه وكده، يعني بتديهم النصيحه على اساس ايه؟ للاسف الشديد انا ما كنتش واخده الموضوع ان هو اخده يعني انا ادي نصيحه، انا كنت واخده الموضوع اللي هو فن. عادي فن، يعني زي ما تيجي واحده تيجي تقول لك مثلا انا عندي موضوع فلاني فتديها رايك. لكن فوجئت ان لا، في ناس بتاخد برايي فعلا وتقول لي مثلا انا عملت زي ما انت، يعني تقابلني في الشارع وده انا عملت الخطر لأن زي. في ناس فعلا بتصدق. طبعا طبعا انا حتى من هنا هو بقول ده مش ليا لوحدي، ده لكل الناس. جماعه السوشيال ميديا ده مكان زي الفيلم بالظبط، زي التمثيليه بالظبط، احنا بنمثل بنمثل تمام، مش ممكن اكون في حاجات هي شخصيتي فعلا الحقيقيه، انا فاني وبضحك وبتاع ردود افعالك، طريقتك وانت بتتكلمي طبعا دي طبعا طبيعتك. لكن مش معنى كده ان انا حد مصدر للنصيحه. حتى صاحبتك مش مصدر للنصيحه، انت عشان تاخدي نصيحه من حد لازم يكون الحد ده عنده يعني حاجات كتيره قوي عشان انا اخدت نصيحه بابايا، انما حد مش قريب مني او حد بعيد عني او حد انا بس شايفه على التلفزيون او حد، فلا مش كده خالص. فبستغرب حتى ان انا لما بلاقي ناس اصل البلوجر الفلانيه لبست كذا فانا رحت جبت زي ما هي لبست فطلع الفستان مش حلو زي ما هي جابت. طب انت ليه عملتي كده؟ ما هي قالت، هي لازم تبقى صح، هي مش صح، هي دي اراء، احنا ناس زينا زي بياخدوا اي حد، كلامهم ان هو مسلم بيه تماما. بياخدوا بكلامه ان هو رباني، يعني انت الكلام ده كده يعني ما فيش فيه، فاهمه؟ ما فيش فيه كلام، بياخدوا الكلام وبيعملوه وبيرجعوا يزعلوا بعد كده، فده مش صح ابدا. يعني احنا ناس زي بقيه الناس بنغلط وبنعمل غلطات، ومش اي حد تاخدي نصيحته ابدا. يعني مظبوط. لسه مكملين كلامنا، خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني، لكن قبل الفاصل زي ما عودناكم تعالوا نشوف اخر اخبار بوكس اوفيس السينما العالميه. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين فقرتنا النهاردة عن جروبس السيدات والفتيات، وسؤالنا زي ما بنقول دايما، هل الجروبس دي مساحة آمنة وصادقة ان احنا نتبادل خبراتنا وتجاربنا من خلالها؟ لسه مكملة كلامي مع ضيفتي الانفلونسر منى الزهيري. منى، انت اتكلمتي عن الموضوع بتاع ان ناس كتير بتبعت لك نصايح، وانت شايفة ان لا، انت ساعات بتكوني مش مؤهلة ان انت تردي على النصايح اللي هم طالبينها منك. مظبوط. أكيد مظبوط. طيب عايزين ننزل بقى نشوف دلوقتي رأي الناس في الشارع ايه، أوكي وايه هي نوعية الجروبس اللي هم ممكن يكونوا مهتمين بيها. أوكي في كذا جروب للسيدات مشتركة فيه؟ لا ما مش بشترك فيها، بناتي بيشتركوا فيها. مشترك. احنا الستات مالناش غير بعضينا يعني. بتضاف ليها وبخرج منها على طول. طبعا موجودة في جروبات كتيرة جدا. في جروبات انا مشتركة فيها وفي جروبات انا عاملاها على الواتس وعاملاها على الفيس. ما بحبش حاجة الستات عموما بيبقى فيها هري كتير وانا ماليش في الهري الصراحة. مش كل الجروبات مفيدة، وفي جروبات بينزلوا مثلا أدعية والكلام ده، وفي بس اغلبيتهم بيستفيدوا بالاعلانات. تحس ان احنا كده مع بعضينا يعني اسره مع بعضينا، حتى لو في واحده من الصعيد وواحده من الاهليه مثلا كلنا بنبقى مع بعض كاننا نعرف بعض من زمان. بيفيدني في حاجات كتير قوي. بالنسبه لي انا ما بلاقيش اي حاجه مفيده ان انا مش بشارك مشاكلي على الملأ. اكتر حاجه مفيده ان انا بلاقي ان مشاكل الناس كتيره بجد،
مش متقوقعه حوالي نفسي بس. مثلا لو حصل موقف لوحده التانية بتستفيد منه اكتر. اكتر حاجه بتفيدني مثلا الحاجات اللي بحبها المنزليه. اه طبعا بيستفادوا وبيعرفوا، واحيانا بيبقى ليها تاثير مش حلو. أعراض لا، بس بيبقى مثلا حد بيقول اي حاجه بسيطه، كل واحد طبعا برايي. اغلب الكومنتات العنيفه على الستات بتبقى من الرجاله على فكره مش من الستات. في تنمر، فيها حاجات كتيره فيها تنمر طبعا، بس مش تنمر اللي هو تنمر قوي يعني، بيبقى في ناس مستفزه تستاهل كده. الجروبات كلها بتبقى تنمر وكلام على البني ادمين بس، تنمر وكومنتس شديده يعني، هي المراه عدوة نفسها. بنقول كل حاجه بتحصل في الحياه بس ما بنتعداش حدودنا. لما بحس ان في حاجه اوفر اكتر من اللازم بروح عامله بلوك على طول. لو اتنين اتكلموا في حاجه غير اللبس وكده ممكن بقى يعني يتكلموا بعيد عن الجروب، في ناس ما بتسمحش بكده. عايز تدي رأي اوكي مظبوط، مش عايز خلاص اوكي يعني، من غير ما تجرح في اللي قدامك. يبقى في بوستات فيك وحاجات كده، مشاكل اجتماعيه ومش عارف ايه، ففي اللي بيصدقوا بقى وبيخشوا يتفاعلوا قوي، وانت ازاي تعمل كده، ولا انت ازاي تعملي كده وحاجات كده. في ناس ما بتصدقش بقى ويخشوا يتريقوا على اللي مصدقين وحاجات كده بقى. هو الهدف الرئيسي للموضوع يعني انا اشتركت في الجروب ذات نفسي عشان اتسلى. هو انا مش فاكره بوست معين، بس هو كتير يعني، هما بيقعدوا ياكلوا في بعض. في جروبات قليله اللي هي ما بتخرجش على الهدف الاساسي، بس الطبيعي انه بيخرجوا. ايه رايك؟ تعليقك على التقرير. بصي هم تقريبا والله لخصوا فعلا كل الكلام. بالمناسبه الحاله اللي انت شفتيها دي هي دي الحاله اللي بتبقى موجوده على جروبات البنات. يعني في بيبقى مصدق الكلام المكتوب، في مش مصدق، في بقى داخله تفتي، داخله تقول. فهم دول الحاله يعني، هم زي ما طلعوا زي ما هم فعلا يعني، زي ما احنا فعلا موجودين على جروبات البنات يعني. طيب تفتكري فعلا بيبقى عادي ان الواحده تحط مثلا مشاكلها الخاصه على الجروب؟ تفتكري ان ده امن؟ غير امن بالمره يعني اطلاق، ولا اي مشاكل حتى صغيره يعني، ولا اي مشاكل حتى صغيره تتحط على الجروبس، لان صدقيني انت مش عارفه مين اللي داخله تكتب. يعني انا بشوف حاجات مثلا واحده داخله تقول انا جوزي واصل مامته واصل حصل لنا واصل مش فضحت العيله كلها، فضحت الدنيا، فضحتي هو ذات نفسه، ما ده بابا اولادك. فانت فضحتي نفسك. وفي انت مش متخيله للاسف في ناس بتتعامل مع السوشيال ميديا ان هي ايه المشكله لما كانت اكنه، ما تعرفش ان اي حاجه يعني. في حد قبل كده قال لي ان اي حاجه نزلت على النت استحاله تتمسح، لانه في مليون حد خدها سكرين شوت، صح، في مليون بقى هيتقال. فانت لو المشكله دي في 1% انها تتحل، هي مبقتش تتحل، هو مش هيبقى مبسوط ان انت كتبتي، ولا حد هيبقى مبسوط. فلا طبعا غير امن بالمره يعني، ما حدش يعمل كده. طيب بجانب خبره منا لازم برضو نعرف راي علم الاجتماع في الظاهره دي، هل هي مفيده ولا مدمره؟ عشان كده بيشرفني على التليفون دكتوره نوران فؤاد، استاذ علم الاجتماع. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي يا ريهام، ازيك؟ الحمد لله، مساء النور. اهلا بحضرتك. على الستات وجروبات الستات. ربنا يخليكي. ايه راي حضرتك في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه النهارده؟ بصي يا حبيبتي، يعني انا سمعت برضو منه وهي بتتكلم، والله الموضوع مهم جدا، انا عاجبني جدا التناول، كمان التناول فيه السلب والايجاب، ودي حاجه طبعا مهمه جدا يعني لينا كلنا، مش بس للعلماء والعامه وللمشاركين. هي قالت كلمه مهمه جدا، هل الموضوع سيفتي؟ امن كده ان احنا نتكلم ونكتب اسرارنا، التوب سيكريتس بتاعتنا والحاجات دي، انه امن ولا مش امن؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، احنا بنسميه ايه السوشيال ميديا؟ الفضاء الالكتروني، صح كده؟ بنسميه، بنقول عليه الفضاء الالكتروني. كلمه فضاء دي خطيره جدا، حطي اندرلاين بقى كده 900 خط تحتها. الفضاء الالكتروني يعني مساحه للفضفضه، يعني انا من حقي مثلا، انا لو بشتغل، انا بشتغل بالكتابه الادبيه، فمن حقي اكتب عن مشاعر المراه، من حقي اكتب حاجه عن المراه سلبا او ايجابا في يوم المراه العالمي. الفضفضه دي محدش يقدر يقول عليها لا يا جماعه. لكن المشكله الاساسيه بقى مش الفضفضه، المشكله الاساسيه لما تطلب منك حل للحاجه اللي هي بتقدمها لك لقضيتها. يعني مثلا بتلاقي جروبات للماميز، جروبات للجيرلز الصغننين، جروبات للمطلقات، جروبات للمتاخرات في الزواج،
انا برفض كلمه عوانس جدا وما بحبهاش يعني، لان المراه ليها الحق ان هي تتجوز في اي سن هي عايزاه مناسب ليها. تأجل جوازها لبعد الماستر بتاعتها. لا دي حلقة تانية خالص بقى نعملها مع بعض بعدين. ان شاء الله. فهي الفكرة ايه؟ انا ما بنعش في مساحة الفضفضة. من حقي ان انا فضفض كست او كده الاونلاين، من حقي على اي جروب. المشكلة الاساسية مش في الفضفضة. المشكلة الاساسية عندما اطلب حلول. مين اللي بطلب منه الحل؟ بالزبط. حد اصغر مني، حد ما شافش التجارب بتاعتي. ليه ما تكونش الجروب مثلا مشارك فيه استشاري اسري يقدر يتداخل معايا، ولما يبقى فيه مشكله معينه، واحنا دلوقتي كلنا كل الاعمار بنحب حكايه الميديا، ومع الظروف الصحيه اللي احنا بنتعرض لها الحاليه بقت الميديا مهمه. زي ما انا بكلم حضرتك دلوقتي ممكن اكلمك زوم، ممكن اكلمك هاتفي. يبقى اذا احنا حلينا المشكله، مفيش اي مانع ان يبقى في جروب زي يا جماعه، بس يبقى في عالم او في متداخل يعني استشاري، عشان ما نقولش ان احنا بنتكلم عن انفسنا، يبقى في استشاري يقدر يتداخل، استشاري نفسي، استشاري اسري، بحيث انه يقدم الحل. لانك ما تنسيش ان لولا الفضفضه دي هتبقى نسبه الانتحار عاليه، هتبقى نسبه الطلاق عاليه، واخده بال حضرتك؟ والجروب بقى في فرق بين ان الجروب يكون سبب في الطلاق او هو من عوامل الطلاق. يعني حد قال لها راي يا بنتي بصي الجدع ده ما ينفعش تسيبيه، واخده بال حضرتك؟ فيبقى ليه طبعا تاثير عليها، يبقى ليه تاثير على المتداخله، لكن ما هواش السبب الرئيسي في الطلاق. في اسباب كتيره دفعتها منها انها بتفضفض، بس برضو التاثير على الواحد من الناس اللي حواليه بيخليه برضو ياخد خطوه، حتى لو الخطوه دي ممكن تكون صح او غلط. يعني انا ممكن اسمع من واحده صاحبتي ويبقى قراري انا ان انا مثلا بقول لها اطلقي او اتجوزي اي حاجه، لكن ده ما يكونش ده صح. مظبوط يا استاذتي، دي مشكله بقى التصرف الجمعي. هيحصل تصرف جمعي، حد يقول لي لا لازم تتطلق اروح متطلقه، واخده بال حضرتك؟ احنا مش عايزين نوصل للنتيجه دي. اذا احنا ما نمنعش الجروبات، ولكن نقننها ازاي. في انفلونسر او حد بيبقى متابع او حد بيبقى هو البروفايل بتاعه على الفيسبوك بيتكلم عن مشاكل الجواز، تاخر الزواج، الشبكه، يعني مثلا في جروب معمول عجبني قوي وانا شاركت فيه شخصيا، عاملينه بس مجموعه من الشباب الولاد. فعاملينه لا للشبكه العاليه والمهور العاليه، عاملينه في الاقصر، وده غريب لان المجتمع الصعيدي مش متداول فيه كده، فهم معترضين على الشبكه العاليه، البنات من 50,000 ل 100,000 والشباب مش لاقيين عمل مثلا او في بطاله او كده. اذا انا مش هعرض الجروبات لان دي فضفاضه، انا عايزه الشاب والشابه يفضفضوا، عايزه اشوف منا واعرف هي بتفكر ازاي، وفي نفس الوقت منا عايزه تشوفني وتعرف انا بفكر ازاي وايه الحلول اللي عندي. الحلول اللي عندي بقى نتج عن الاختلاط ونتج عن العلم. طب معلش يا دكتور انا هقطع حضرتك في الجزء ده، الفضفاضه اللي حضرتك اتكلمتي عنها دلوقتي ممكن تعمل مشاكل، ان انا اقعد اقول مشاكلي على الهواء على الجروبات بتقول بالاسماء. لا بس انا دلوقتي لو انا على جروب ما انا الاسم هيطلع اني واي لما انا اكتب مشكلتي كذا 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 على الجروب. انا دخلت مع الجروب للمطلقات وحسيت بالمعاناه اللي فيها المراه وانها مش قادره تتكلم. لو اتكلمت مع حماتها تقول لها بنتي عقالي هو في حد لا يتجوز دلوقتي؟ لو اتكلمت مع مامتها تقول لها انا مش بفكر فيكي دلوقتي، بفكر في اختك اللي بعدك. فهي نفسها تتكلم مع حد، وما احناش ثقافه الطبيب النفسي. عارفه حضرتك بره الواحد بيروح كده مره في الاسبوع يقعد يتكلم يعمل كده زي ما انت بتعملي شاتنج كده مع اصدقائك، هو بيروح يعمل شاتنج او يتكلم مع الطبيب النفسي. فاحنا ما وصلناش للثقافه دي. واي واحد يقول لك انا رايح لطبيب نفسي تتجنن يا عيني مسكين. فالمشكله ان الجروب بيبقى نوع من الفضفضه ونوع عارفه حضرتك تقليل الضغوط. في نظريه كده عارفه حضرتك لما تقلل الضغط عشان الانفجار ما يحصلش. بالزبط. بس مشروط بقى يبقى في فيرست كونديشن فيه ان انت معاك استشاري اسري. طيب لو منا مثلا احنا بنتكلم مع منا اهو صاحبتنا وحبيبتنا، لو قالت طب ازاي هلاقي استشاري اسري؟ من خلال الجروب او من خلال البرنامج هي تقدر تلاقي حد يشاركها، بحيث لما حد يطرح عليها مشكله صعبه عليها او لم يسبق لها اكسبيرينس بالمشكله دي تقدر ان هي تبقى مطمنه. لان ما تنسيش ان دي امانه. يعني I should be honest.
عشان ابقى لازم يبقى معايا راس تانية بتفكر، والحد اللي بيفكر ده يبقى دارس وعارف يعني ايه ارشاد اسري ويعني ايه مشكلات اسريه. لكن انا مش همانع ابدا، لسبب ان دايما احنا نقول ايه، ده السوشيال ميديا دي مضره، دي بتخلي العيال يقعدوا يتفرجوا، دي بتخلي الصغيرين مش عارفه يحصل لهم ايه. ما هو بصي حضرتك، هي اصبحت من المجتمع، احنا دلوقتي بنقول في جلوباليتي، فما فيش استغناء عن الظاهره الجمعيه دي او عن السوشيال ميديا. طب ايه الحل؟ ان احنا بنقدم بنرشد الظاهره، يعني بنخلي حد يدخل عقل كده بيفكر معانا واكبر مننا شويه، يعني مش بالشرط السن طبعا، في التجارب وفي الخبره نقدر ندخله معانا، نقدر نلجا له في حل مشكلات نقدر. لكن انا مش هم يعني انا ضد تماما ان احنا ننفي للشباب دورهم وننفي للفولورز دورهم وننفي ده حضرتك نوع من السوشيال موباليتي. عارفه حضرتك الحراك المجتمعي ده مهم جدا، لو احنا قفلنا الباب على الحراك المجتمعي هتنتهي بقى للمجتمعات اللي فيها القتل والمش عارفه الخيانه الزوجيه، احنا مش عايزين نوصل لكده. وبعدين انا بتبسط والله لما الاقي فعلا السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونيه شغاله على الموضوع، معنى كده ان احنا مهتمين بيها. يعني ميرسي لحضرتك جدا انا اسعد، وميرسي على مشاركتك معانا، ميرسي لحضرتك. هرجع لك يا منى تاني، عايزه تعليق اخير عن اللي بيحصل كله بقى اوفرول كده. قولي لي، عايزاكي تقولي لي الناس اللي بيقولوا ان احنا هندعم الستات في الجروبات وبعدين بندخل بنلاقيهم بيزعقوا في بعض وبيشتموا في بعض، عايز اعرف بسرعه كده ايه. يعني خليني بس اضيف على كلام الدكتوره. اتفضلي. الدكتور اتكلمت في نقطه صح جدا، بس احنا مشكلتنا حاجه، ما عندناش حاجه تخلينا نقول هنحط هنا ارشاد نفسي او هنحط هنا ارشاد. الكلام ده هي بتخش تحط البلوك بتاعه المشكله وتلاقي بقى الستات داخله تتكلم. بالمناسبة يعني هديكي مثال بسيط، أنا كنت بتسأل دايما على دايت عشان أنا مثلا وزني قليل، فكانوا فاكريني إن أنا بعمل دايت أو حاجة معينة. لما لقيت إن أنا مش عارفة أجاوب كلمت دكتورة بالظبط، تطلع معايا لايف، ويا جماعة أنا عاملة لايف الساعة كذا. أنت بتحطي كل حد في المكان الصح عشان يدي نصيحة الصح للشخص بالزبط. اللي أنت ما تقدريش تنصحيه، ده حقيقي طبعا، سنك أو خبرتك لسه صغيرة برضو، ولسه هتشوفي حاجات كتير قوي في الحياة وفي الدنيا إن شاء الله. ميرسي قوي يا منى، انبسطنا جدا جدا معاكي النهاردة. هدخل النهاردة أعمل لك فولو، ولو لقيتك بتدي نصيحة لحد من غير ما تبقي أنت عارفة عنها هبعت لك مسج وهعمل لك بلوك. أوكي أنا خلاص موافقة، أوكي مش هعمل أنت نزل. ميرسي يا منى قوي حبيبتي على أنت كنت معايا النهاردة. للأسف حلقتنا خلصت، استنونا ان شاء الله الثلاثة الجاي في نفس الميعاد الساعة 4. باي باي.